يفترض أن تكون السفارات الباب المفتوح أمام مواطنيها في دول المهجر يلجأ إليها المغتربون عند حاجتهم لتسهل لهم المعاملات وتتابع قضاياهم، ويفترض أن تكون الجاليات في هذه الدول هي حاملة هم مواطنيها والتي تعمل على تسهيل أمورهم ومتابعة احتياجاتهم حتى تخفف عنهم الشعور بالغربة. لكن الواقع أن السفارات تغلق أبوابها في وجه مواطنيها في أغلب دول المهجر ولا يجدها المغتربون اليمنيون عند حاجتهم، كما تفرض عليهم الرسوم الكبيرة ويجدون صعوبة بالغة عند المعاملة لإنجاز وثائقهم كجوازات السفر وعقود الزواج وشهادات الميلاد والوثائق الرسمية الأخرى التي قد يحتاجها المواطنون. عن دور السفارات والجاليات تجاه مواطنيها في دول المهجر سيكون موضوع حلقتنا لهذا اليوم، لكن قبل البدء باستقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم نتابع هذه التصريحات التي وصلت إلينا عبر الواتساب عن موضوع اليوم. لا شك أن السفارات والجاليات اليمنية دور مهم تجاه المواطن اليمني في الخارج، وخصوصا في الأزمة الحالية التي يعانيها العالم جراء انتشار فيروس كورونا. بالنسبة للسفارات كان لها دور مخجل ولم يلمس المواطن اليمني منها أي دور يذكر. كان يفترض على السفارات اليمنية أن تنشأ غرف عملية طارئة لمتابعة أوضاع المواطنين اليمنيين المقيمين في الخارج. هناك مرضى عالقين، هناك طلاب انقطعت منحهم المالية، وهناك أيضا طلاب نفقة خاصة. كان لهذه الأزمة العالمية أثر سلبي بالغ على وضعهم المعيشي والمالي وكذلك وضعهم الدراسي. بالمقابل هناك الجاليات اليمنية، كان الجاليات اليمنية دور مهم جدا ودور إيجابي ودور كبير في بعض دول العالم، حيث قامت هذه الجاليات بتوزيع المساعدات المالية، بتوزيع السلال الغذائية، وكذلك بمتابعة أوضاع اليمنيين المقيمين في نطاقها ولو حتى بشكل نسبي. يلعب الاتحاد اليمني الأمريكي بمنطقة خليج سان فرانسيسكو وضواحيها بولاية كاليفورنيا دورا فاعلا في خدمة المواطن اليمني الأمريكي من خلال تقديم المساعدات والاستشارات القانونية في تجهيز المعاملات وحل الكثير من المشكلات القانونية التي يواجهها أبناء الجالية، بالتعاون مع العديد من المنظمات الحقوقية والقانونية الأمريكية، وكذلك إقامة الفعاليات الرياضية والثقافية بالتعاون مع الاتحادات والولايات الأخرى. كما قام الاتحاد بإنشاء مركز الشباب اليمني الأمريكي الذي بولاية كاليفورنيا، الذي يقدم العديد من البرامج الثقافية والتعليمية والرياضية. كذلك يقف الاتحاد مع قضايا اليمن واليمنيين العادلة من خلال الكثير من المظاهرات والوقفات الاحتياج والاحتجاجات، فتح قنوات اتصال مع السفارة اليمنية بواشنطن ولمناقشة مشاكل الجالية اليمنية وسبل حلها. كذلك التعاون مع منظمات المجتمع المدني الأمريكي لمساعدة المجتمعات غير المسلمة لتحسين صورة المجتمع اليمني الأمريكي في أمريكا، إضافة إلى أن الاتحاد وقف مع الكثير من المنظمات المجتمعات الأخرى في مع القضايا العادلة كقضايا الهجرة والوقوف ضد العنصرية. إذن مشاهدينا الكرام نبدأ باستقبال أول اتصالات هذه الحلقة، ومعنا عبدو الجمعي من جيبوتي. مرحبا بك عبدو، أنت مواطن يمني في جيبوتي، مرحبا بك، مساء الخير. مساء النور رفيع، مرحبا، أهلا بك عبدو. بداية أنت في جيبوتي ماذا تفعل؟ هل أنت دارس؟ هل أنت عالق؟ فقط إني عالق، أنا أتيت هنا من أجل معاملة السفارة الفرنسية، كونهم نقلوا أعمال السفارة الفرنسية من اليمن بسبب الحرب إلى جيبوتي، فأتيت إلى هنا لإكمال معاملة في لي حوالي 40 سنة وأنا أتعب على هذه المعاملة لإكمالها. الآن مع هذا الوضع يعني أنه بسبب الحظر توقفت عمل السفارات أو ما هي المشكلة؟ توقفت عمل السفارات وكل شيء توقف في جيبوتي. وكيف أوضاعكم العالقين في جيبوتي، كيف أوضاعكم، كيف تتساعد معكم السفارة في هذا الوضع؟ صراحة أن السفارة لا تعلم بوضع الجالية ولا لها أي دور في يعني مساعدة الجالية اليمنية، حتى أن أي شخص يعني يذهب إلى السفارة اليمنية
يطلبوا منه مبالغ ضخمة يعني من 300 دولار إلى 200 دولار أي بسبب قطع الجواز أو تعجيل الجواز أو يعني مثل أنا مشكلتي مع السفارة يعني طلبوا مني قدمت الجواز حق السفارة الفرنسية وفاجئ أنه عندما أنا جبت الجواز في اختلاف المعلومات بين الجواز القديم والجواز الجديد. والجواز الجديد هذا يعني مش مطابق لشهادة الميلاد الفرنسية، يعني أنهم نسفوا كل ما قمت به من قبل، والآن يعني أنا فوزا استطعت تدبير المبلغ اللي أسافر به من اليمن لجيبوتي على أساس أحصل على الجواز، دخلت الجواز حقي أشوف أنه كل حاجة يعني خلاف شهادة الميلاد. حاول رجعت للسفارة قالوا يعني ما نقدر نعمل لك أي حاجة، طيب اعملوا لي توضيح أبسط الإيمان توضيح يعني للسفارة أنه هناك حدث خطأ في الجوازة اليمنية وهذا خطأ يعني غير مقصود وكذا، يعني وفعلا خطأ يعني بجوازة عدن يعني أضافوا حروف وكذا. أيضا كذلك اللقب الاسم الرابع الفرنسيين يطلبوا ثلاثة أسماء، بينما الجوازة اليمنية يعتبر فيها الاسم الرابع اللقب. لذلك قلت لهم يعني أضعف الإيمان أنكم اعملوا لي توضيح للسفارة الفرنسية، قالوا لا نستطيع فعل أي شيء. الآن أنا يعني كل خسارتي الماضي راحت بلادي. نعم عبدو، هذا التوضيح الذي طلبته من السفارة هل هو من ضمن مهامهم؟ هل هو من ضمن ما يجب أن يقدموه للمواطنين؟ لماذا تم رفض طلبك؟ يعني لماذا لا يتم حل مشكلتك في هذه الأمر؟ يعني هؤلاء الموجودين ليحلوا المشاكل اليمنيين الموجودين في هذه الدولة، كيف يتخلون عنك بهذه البساطة؟ أصلاً لا بسبب وجود الرقابة، بسبب وجود الرقابة يعني أصبحت كل سفارة تعتبر إقطاعية خاصة لأي سفيرة أو أي ماتش أفراد رقابة عليهم، ولا في من يقول يعني إيش اللي سويتموه أو إيش اللي أنجبتموه للمواطن. لذلك أصبح المواطن كالكرة في الميدان. أما أنه في عن وضع الجالية في جيبوتي هنا ما لمسنا أي يعني كتابة على السفارة الوضع الجالية أو همومهم أو مشاكلهم، فقط يعني الجالية في عمال هنا أتوا من اليمن على أساس أنهم يشتغلوا لدى شركات، توقف العمل قاموا بطردهم، طردهم إلى 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 خارج بدون ما أعطوهم حتى شربة الماء. قبل كم يوم يناشدوا الناس أنهم يعطوهم شربة ماء لأنهم جاء عامل ما فيش معه حتى في جيبه 1000 ريال، يعني جاء على الشركة عقد عمل يعني يشتغلوا لدى شركة الهندسي، فقاموا بإخراجهم إلى الشارع بدون ما أعطوهم أي حق من حقوقهم. ما بأيديهم لا حضور أقوى. نعم عبد، الآن إلى أين وصل موضوعك؟ ما الذي تحتاجه بالضبط؟ وباختصار رسالة توجهها للمعنيين بمساعدتك موضوعي حقيقة يعني الآن موضوعي في السفارة الفرنسية أنه أنا عم طالب بالجواز الفرنسي هو من حقي، لانه كوني والدي يعني عاش حياته طيله حياته في فرنسا، فقام باصدار شهاده ميلادي، فهذه شهاده الميلاد من تعتبر يعني اساس اصدار الجواز الفرنسي، هذا في القانون الفرنسي. ايضا كذلك ان والدي كان له حقوق في فرنسا، لا كونه عاش 50 عام هناك كل حقوقه هناك في فرنسا، انا لا استطعت اوصل لحقوق والدي ولا استطعت اوصل لحقوق امي. الاصل انه والدتي امرأة مسنة لها حق في معاش زوجها. أمي الآن يعني تحمل الجنسية الفرنسية، أمي الآن حملت الجنسية الفرنسية من والدي ولديها إعلان الجنسية حقها. لم أستطع الحصول على معاشها ولا جوازها ولا كون يعني إمكانياتي تنوعي، أنا حاولت إني أخرج لها أنا لجيبوتي بعثوا يعني أرض لأستطيع الوصول إلى السفارة الفرنسية هنا في جيبوتي. أتفاجئ يعني أتفاجئ أنا بموضوع هذا حق كورونا يعني ولا أستطعنا نعمل أي حاجة، وتفاجأت أنه في معهم قوانين خاصة تتطلب محامي وتتطلب يعني تعاون الجاليات، وأنا يعني الظروف صعبة جدا ما استطعت لا توفير محامي ولا يعني الآن حقوقنا ضايعة كلها، ولا حصلنا على حق، لا حصلنا حق في الجنسية الفرنسية ولا حصلنا في حقوق الثانية التي لوالدي هناك في فرنسا.
نعم، هذه من مهام السفارات عبده، من مهام السفارات أن توكل لك محامي إن كنت لا تستطيع حل المشاكل القانونية للجاليات في هذه الدول. هذه السفارات هي في هذا الموقع لتحل هذه المشاكل ولتقدم لكم المساعدة. نتمنى أن تصل أصواتنا هذه المرة إلى السفارة، وأتمنى أن يحل موضوعك. شكرا لك عبده الجماعي، كنت معي من جيبوتي، شكرا لك على المشاركة. مشاهدينا الكرام، معنا اتصال آخر هذه المرة من الهند، معنا صلاح الكريفي. نعم نعم، مرحبا بك صلاح، كيف حالك؟ الحمد لله، سعد الله مساءك بالخير، كل عام وانتم بألف خير ان شاء الله. الو، الهند ربما من الدول الاكثر الموجود فيها يمنيين عالقين واوضاعهم سيئه، صف لنا الوضع. بسم الله الرحمن الرحيم، أولا أشكر قناة بلقيس لإتاحة الفرصة لنا لتوصيل معاناة العالقين في الهند. نعم أختي، العالقين في الهند يعيشون في وضع مأساوي صعب، هناك ما يقارب 1800 عالق من مرضى ومرافقين وجرحى وطلاب، 95% منهم مرضى تقطعت بهم السبل لدرجة أن معظمهم أصبح يبيعون التلفونات والهدايا التي قد كانوا أخذوها لأهلهم لكي يأخذوا بها مواد غذائية. أصبحوا العالقين في وضع محزن ومؤلم من عدة جهات، لأسباب أول شيء الحظر هنا وتشديد الحظر من القانون الهندي يعني لدرجة صارمة، وضعهم المأساوي المعيشي، عدم قدرتهم على دفع الإيجارات. 80% في الشهر الفضيل هذول الآن العالقين يعيشون على وجبة إفطار تقدم من مجموعة من الطلاب عبر مطعم في مدينة بنغلور، وبعض الطلاب الذي قدموا في مدن أخرى. قدموا طلاب ما لم تقم به الحكومة أو السفارة أو القنصلية اليمنية في الهند من تجميع مبالغ مالية وشراء سلال غذائية وتوزيعها على العالقين والمحتاجين في معظم الولايات الهندية، علما بأن ظروف الطلاب صعبة في ظل الأوضاع الراهنة، لكنهم وقفون إلى جهة أخوانهم اليمنيين من العالقين في الهند مرضى وجرحى وطلاب. هناك غياب تام لدور الحكومة الشرعية أو السفارة أو القنصلية في الهند تجاه العالقين. نعم، إذا أنت تتحدث صلاح أنه لا يوجد أي مساعدة من قبل السفارات لهؤلاء اليمنيين العالقين، لا يتم التواصل معهم من قبل السفارة بتاتا؟ هناك تجاهل تام أختي الكريمة من قبل السفارة أو القنصلية، تجاهل تام، حتى أنهم متواجدون في جميع القروبات التي أسست للعالقين ولم يتم الرد على مناشدتهم، أو حتى ولو كان رسالة أو منشور من جهة الدبلوماسيين سواء في السفارة أو القنصلية. هل لديك أي معلومة ولو تقريبية عن عدد اليمنيين العالقين في الهند؟ نعم، تقريبا ما يصل الى 1800 عالق من مرضى وجرحى وطلاب، ومعظمهم 95% هم عالقين ومرافقهم، عالقين من مرضى وجرحى ومرافقهم. نتمنى السلامة اختي الكريمه، ان هناك العشرات من معظم الجرحى والعالقين هنا في الهند صعوبتهم يعني منهم فيزهم قاربت على الانتهاء، ومنهم من قد انتهت فيزهم، والسبب يعود هنا الى انه في من بعض العالقين الذين قد كانوا قدموا جوازاتهم الى القنصليه اليمنيه في مومباي لكي يتم تقديمها الى القنصليه العمانيه عبر القنصليه اليمنيه لاخذ فيزة عبور قبل ان يتم الحظر، ولحد الان الجوازات عالقه في القنصليه العمانيه، ولم يوجد اي صور للفيز او صور للجوازات لدى المرضى هنا، ولذلك في بعضهم قد تمت انتهاء الفيزا ولم نستطع ان نساعدهم في تجديد الفيز، ومعظمهم سوف يتم انتهاء يعني بخلال الاسبوع القادم. كمان هناك السبب الاخر هو انتهاء مده صلاحيه الجوازات اليمنيه، ولذلك يجب على السفاره والقنصليه اليمنيه ان تتخذ اجراءات سريعه لهذول الاشخاص، لانه هناك يترتب غرامات ماليه لا تقل عن $300 للذي تنتهي فيزته. نعم، اذا صلاح شكرا جزيلا لك.
شكرا لك صلاح، ونتمنى أن تصل أصواتكم هذه المرة إلى المسؤولين وإلى السفارات ويتحركوا ليجدوا حل لهذا الموضوع. معنا اتصال هذه المرة من روسيا، معنا حسام الزيادي. مرحبا بك حسام، مساء الخير. مساء النور أختي أمل، كيف حالك؟ أهلا بك حسام. أنت قبل أن تصل إلى روسيا ربما توقفت في أكثر من دولة يمنية وواجهتك بعض المشاكل، حدثنا عن أبرز هذه المشاكل وكيف يتم التعامل معكم من قبل السفارات والقنصليات في الدول هذه. مثلا في البداية بالنيابة عني وعن طلاب الدارسين في روسيا، أحب أن أهنئ قناة بلقيس بمناسبة الذكرى الخامسة لانطلاقها، وأشكر لها وقوفها الدائم بجانب الطلاب اليمنيين في روسيا المبتعثين وفي جميع دول العالم. فمنذ انطلقت هذه القناة وهي صوت ومنبر حر لكل يمني، وأخص بالذكر برنامج المنصة وكافة الكادر المشارك في إظهار هذا البرنامج بهذا الشكل الجميل، وعلى رأسهم أنت أختي أمل والمعدة المبدع دائما الأخ عمر النهمي وبقية الزملاء. شكرا حسام. أما عن دور السفارات اليمنية يا أختي في الدول التي تتواجد فيها، يمكن تعريفه بأنه نوع من التمثيل الرسمي الذي يحدث بين طرفين دوليين، بحيث تقوم السفارة اليمنية بعمل علاقات مع دول أخرى مخولة من الحكومة اليمنية بذلك، كعلاقات سياسية أو عسكرية أو ثقافية وغيرها من خلال الملحقيات التي تعمل لديها. فالسفارة هي بعثة دبلوماسية تبعث بها دولة ما إلى دولة أخرى لتمثيلها والدفاع عن مصالحها ولتسهيل أعمال وشؤون مواطنيها المقيمين في الدولة المضيفة. ولكن ما يحدث من قبل سفاراتنا الموقرة عكس ذلك تماما، فهم من يشكل هما وعبئا على المواطن في الخارج، فللأسف لا يقومون بتمثيل الجمهورية اليمنية بالطريقة اللائقة من حيث الحضور أو اللقاءات الرسمية بالمسؤولين في الدول المضيفة، والعتب في ذلك يعود للحكومة اليمنية ممثلة بوزارة خارجيتها لعدم مقدرتها في بعض الأحيان على اختيار سفراء مؤهلين يعكسون نظرة إيجابية عن الدولة التي يمثلونها. وبحكم عملي في بعض السفارات كموظف محلي ومتعاون في عدة دول، رأيت العجب العجاب، تجدين أن السفارة القنصلية تنظر للمواطن اليمني كعبء عليها، وبمجرد دخوله المبنى تجدين نظرة الاشمئزاز والتعالي تجاه هذا المواطن في بلاد الغربة، أو ينظر إليه كأنه مصدر دخل إضافي يتم ابتزازه بطريقة غير قانونية لإتمام المعاملة، ويعود ذلك لجهل المواطن لحقوقه من قبل السفارة كونها تعتبر أرض يمنية يلجأ إليها في الخارج. بل أنه وصل الحال بعض السفراء باستدعاء رجال الأمن ومكافحة الشغب لاعتقال أبنائها. هناك العديد من حالات الوفاة والمرض، ومواطنون وقعوا في شراك عصابات نصب واحتيال، ولكن السفارات اليمنية تتعامل بكل دونية واستحقار مع مواطنيها إلا من رحم الله. ففي نهاية 2015 كان اليمنيون يهربون من الحرب عبر المنفذ الوحيد آنذاك إلى جيبوتي بحرا، وكانت الفيز مجانية يتم استلامها عند الوصول، ولكن أحد موظفي السفارة كان يستغل القادمين ويطلب منهم مبلغ $100 للجواز الواحد، وبعد جهود حثيثة تم إقالته ولم يحل إلى التحقيق، بل تم تعيينه كملحق في سفارة في دولة أخرى. وفي دولة إثيوبيا مطلع 2017 كانت الجالية اليمنية تدار من قبل مواطن إثيوبي من أصول يمنية، وقام بتعيين مدير إثيوبي مسيحي لمدرسة الجالية اليمنية التي كان أبناؤنا اليمنيون هم من يرتادونها. حسام، أيضا تحدثت أنت عن تعرض المواطنين لابتزاز مالي ربما من قبل موظفين هذه السفارات، تذكر لنا أمثلة؟ هل مثلا تقوم برفع الرسوم أم أخذ رشاوي؟ يعود هذا في بعض الأوقات مثل ما أخبرت أنه لا يوجد علم لدى اليمني بحقوقه، سواء حقوقه كمواطن في دولته أو حقوقه في الخارج من قبل سفارته. عندما يذهب إلى السفارة، السفارة تقوم بوضع عراقيل عديدة للمواطن اليمني في حال طلبه معاملة. فيوجد هناك سماسرة يكونون وسطاء بين الموظف وبين المواطن الذي يريد أن يتم المعاملة. من موظفين السفارة أنفسهم؟ نعم، هذا ما يحدث فيه. أما عن الجاليات، مثل ما أخبرتك أيضا، هناك شيء آخر، أنه لا توجد لدى السفارات اليمنية قاعدة بيانات بالمواطنين المتواجدين في الدولة المضيفة، هذا عملوها. ولكن لقد أسمعت إذ ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. أختي، هناك العديد من المواطنين اليمنيين في الدول، عندما تسألين السفارة كم لديك من المواطنين اليمنيين في هذه الدولة؟ لا يعلم. أما عن بعض الجاليات، هي من تقوم بالتخفيف عن معاناة اليمنيين، خصوصا في ظل وجود حالات لجوء كبيرة اليمنيين في هذه الدول، عبر القيام بأعمال تكافل اجتماعي بعيد كل البعد عن السفارة. أما بالحديث عن الجانب التعليمي،
فهنا في روسيا يوجد حوالي 700 طالب مبتعث ولا يحصلون على مستحقاتهم كاملة أو بصورة منتظمة. ومن كرم وزارة التعليم العالي أنها قامت أيضا بإسقاط أسماء مجموعة من الطلاب الدارسين والمتعثرين بحجة عدم وجود ميزانية لديها. كيف سيعيش هؤلاء الطلاب ومن أين سيأكلون، خصوصا في ظل جائحة فيروس كورونا؟ وما زاد الطين بلة هو ابتعاث 170 طالب جديد من قبل الدفاع. من سيعطيهم مستحقاتهم؟ ولماذا هذا العدد المهول بينما كانت عدد مقاعد الابتعاث سابقا لا تتعدى 40 مقعدا؟ ناهيكم عن الطلاب المرسلين من قبل وزارة التعليم العالي حاليا، هل تمثلون نعم لهم وجود؟ نعم وصلت نعم الفكره. شكرا حسام لمشاركتك معنا في هذه الحلقه. شكرا لك حسام. اذا مشاهدينا الكرام معنا اتصال اخر هذه المره من تركيا، معنا حفظ الله العميري. مرحبا بك حفظ الله، مساء الخير. يا مساء النور، اهلا وسهلا، حياكم الله. حفظ الله، كيف هو الوضع في تركيا؟ كيف هي خدمات السفارات القنصلية الجالية؟ أختي الكريمة، بالنسبة لنا في تركيا الوضع يختلف. لا يوجد لدينا سفير منذ تقريبا سنتين، عندما تم تغيير السفير عبد الله السعدي يوجد لدينا قائم بأعمال في السفارة، وهذه تقريبا أتى بضغط سعودي على الحكومة اليمنية بعدم عمل سفير في تركيا، بالرغم أن تركيا لديها سفير في اليمن ويقيم في السعودية، لكن الحكومة اليمنية لم تعمل سفير، وهناك توجيهات بأن يكون دور السفارة قنصلي فقط، وبالرغم من أن دور السفارة هنا قنصلي لكنه لا يطلع بالدور الكبير في خدمة المواطنين اليمنيين، وهنا وعددهم أكثر تقريبا حسب آخر إحصائية وصلتني أكثر من 20,000 مواطن يمني في تركيا. يعني من الغريب والمستغرب أن لا يكون لدينا سفير ويكون لدينا قائم بأعمال. السفارة اليمنية في تركيا صراحة كانت من قبل شبه متعاونة مع الطلاب خاصة ومع الأعضاء الجالية بشكل عام، لكن الآن بدأ دورها يسوء. القنصلية أو الملحقية الثقافية التي من المنوط بها أن تتعامل مع أبناء الجالية اليمنية أداءها غير جيد. يعني الطلاب اليمنيين هنا يعانون كثيرا بسبب انقطاع المستحقات المالية، وهناك وعود فقط تأتي من السفارة من سنوات، وهذه الوعود تذهب أدراج الرياح في العادة، بالإضافة إلى مشكلة هنا مشكلة المرضى، والكثير من المرضى في أنقرة واسطنبول و يعني يعانون، ومحافظة أفيون يعانون جدا من عدم تعاون السفارة اليمنية، وحتى الجالية إلا ما ندى تقريبا. حفظ الله، من تقصد بالمرضى؟ العالقين اللي جاؤوا لهنا للعلاج ولا؟ نعم، هناك مرضى وهناك حتى جرحى أتت بهم الحكومة التركية بمنحة على حساب الحكومة التركية، ويواجهون الآن الأمرين في المستشفيات بسبب عدم المتابعة من السفارة ومن الجالية. يعني هناك مئات الجرحى في أنقرة ومئات المرضى في أنقرة وأفيون وكثير من المحافظات واسطنبول وكثير من المحافظات، يعني لا يجدون حتى مترجم. يعني من الغريب جدا أن لا توفر لهم السفارة ولا حتى الجالية مترجمين يترجمون لهم وأن يشرحوا معاناتهم، حتى أن مستحقاتهم الحكومة التركية تبرعت فقط بالعلاج، يعني لا يوجد لديهم مستحقات، وبعضهم عندما يخرج من المستشفى يعني يظل في الشارع. هناك مأساة كبيرة في هذا الجانب، بالإضافة إلى مأساة الطلاب الذين انقطعت عليهم المصاريف والمنح المعتمدة من الحكومة اليمنية. مشكلة أخرى، يعني هنا كثير من النازحين يواجهون مشكلة الآن في الإقامة السياحية، وبعض المشاكل في الإقامة الإنسانية اللي لا تطلع إلا بعضها. هذا الدور كانت تقوم به الجالية بشكل ممتاز، لكن
مع في الأيام أو في الأشهر الأخيرة بدأت المشاكل تظهر للعلن، وهناك مشاكل كثيرة في هذا الباب، ويوجد يمنيون مخالفون يعانون، يعني لم يرحلوا للأمانة لكنهم يعانون من حضور. حفظ الله، مثل إيش المشاكل اللي بدأت تظهر وإيش سببها؟ لو كانت أنت قلت تحدثت أنه كان عمل هذه الجالية يسير بشكل جيد وبالشهور الأخيرة ربما تغير، ما السبب؟ نعم، انا اعزوه الى ضعف التواصل مع الجهات التركيه، يعني كان هناك جهد جيد من قبل الهيئات الاداريه السابقه الجاليه بالتواصل مع الحكومه التركيه ومع الجهات المعنيه، الى ان الجهد هذا خف في الايام الاخيره وبدات تظهر المشاكل للعلن، بدات مشاكل الاقامه ومشاكل وكثير من المشاكل، حتى مشاكل التجار ورؤوس الأموال التي نزحت إلى هنا من دول الخليج بسبب المضايقات التي كانت تتم في المملكة العربية السعودية خصوصا. الآن يواجهون هنا مشاكل كثيرة بسبب القوانين التركية التي يوجد حتى استثناء لبعض الدول ومنها إخواننا السوريين، لكن هذا الاستثناء لم يعمل، لم الجهات اليمنية هنا مثل السفارة والجالية لم تسعى بشكل جيد لدى الجهات التركية لاستخراج مثل هذا الاستثناء، وهنا يعاني أصحاب الأعمال والتجار وغيرهم من هذه النقطة تحديدا، بحيث أن هنا القانون التركي ينص على أنك إذا وظفت أجنبي يجب أن توظف بجنبه 5 أتراك، وهذه مشكلة كبيرة يعاني منها رجال الأعمال هنا، بالرغم من وجود استثناءات لبعض الدول وخاصة الدول المتأثرة من الربيع العربي، لكن اليمن للأسف ضعف التواصل مع الجهات التركية من قبل السفارة تحديدا والجالية في الأشهر الأخيرة أدى إلى أن لا يستخرج هذا الاستثناء. نعم حفظ، شكرا لك، وسيكون معنا حلقة متتالية إن شاء الله بعد العيد عن هذا الملف بالذات وفساد الجاليات. هنالك مشاهدينا الكرام شخصيات محسوبة أو تتبع بعض المسؤولين في هذه السفرات، تقوم بابتزاز المواطنين وببيع الفيز وباستغلالهم ماديا والإساءة إليهم أيضا معنويا، وهنالك العديد من القصص التي سنقوم بطرحها في حلقات قادمة إن شاء الله. شكرا لك حفظ الله العميري، كنت معنا من تركيا. مشاهدينا الكرام معنا اتصال اخر هذه المره من لبنان، معنا وديع حامد. مرحبا بك وديع، مساء الخير. مرحبا عزيزتي امال ومساء الورد. اهلا بك وديع، كيف هو الوضع في لبنان؟ ما هي ابرز المشاكل التي يواجهها اليمنيين في لبنان، والجاليه كيف تتعامل معكم؟ هل يوجد عالقين في لبنان خلال هذه الفتره بسبب وضع كورونا؟ اولا شهر كريم خواتم مرضيه عليكم ان شاء الله، وحاب اهنئكم قناه بالقصه الفضائيه وطاقمها الاكثر من رائع في الذكرى 5 لانطلاقتها. شكرا لك. ثانيا عن دور الجاليه، للاسف لا توجد جاليه في لبنان سوى بقايا اطلال دثيرات. اما عن دور السفاره كثر الله خيرها لم يرقى الى مستوى المسؤوليه صراحه. ربما اكتفت قبل شهرين تقريبا منذ بدايه انتشار الوباء في المنطقه برساله تحذيريه عبر مجموعه في الواتس، مفادها البقاء في منازلكم، بمعنى عليكم البقاء في المنزل لا يفترس انكم كورونا وجنودهم حيث لا تعلمون. نحن ندرك مدى خطوره ذلك الفيروس المدمر، لكن الوضع المزري وغلاء المعيشه وارتفاع جنوني في الاسعار في لبنان وتفاقم الازمه مثلت عبء اضافيه على عاتق الطالب. والسفاره اكثر علم منا في الوضع، لكن كنا نامل منهم تقديم الخدمات لابنائها الطلاب كما يليق بمقامها وبمستوى المسؤوليه الموقع على عاتقها. يتمثل ذلك بتقديم المساعدات الإغاثية مثلا لأبنائها الطلاب وإقامة دورات توعية للطلاب. ربما التقصير لا يقتصر على السفارة فقط، فهناك تقصير من قبل الحكومة ممثلة بالخارجية ووزارة شؤون المغتربين التي لم نسمع عنها سوى اسمها ولا نعرف حتى اسم وزيرها مع الأسف. إضافة إلى ذلك تأخير صرف المستحقات المالية للطلاب انعكس سلبا على حياتهم المعيشية في ظل وضع عصيب تمر به لبنان. صحيح لم يخفى علينا ما يحصل في وطننا الحبيب المكلوم والمفخم بالجراح والاوجاع والاحزان نتيجه الفقر والجوع والحرب والامراض بشتى انواعها التي لا تعد ولا تحصى واخرها فيروس كورونا المدمر، لكن هذا لا يمنع الحكومه القيام بواجبها تجاه رعاياها كونهم المسؤول الاول والاخير عنهم.
في النهاية نطالب السفارات بتقديم المعونات والمساعدات المادية والمعنوية على الأقل، وإقامة ندوات توعوية ضد فيروس كورونا، وتشكيل لجان طوارئ خلال هذه الفترة، وتظليل الصعوبات التي نواجهها، وسرعة إعادة العالقين إلى أرض الوطن. إذن شكرا لك وديع حامد، كنت معي من لبنان. معنا صدام دماج من السودان. معنا صدام. مرحبا، السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا صدام. صدام أنت في السودان؟ لا، في الجزائر. في الجزائر. إذن صدام أنت في الجزائر، كيف هو الوضع معكم في الجزائر؟ هل هنالك إصابات في بكورونا في أوساط اليمنيين المقيمين في الجزائر؟ أولا نشكر قناة بلقيس، نشكر برنامجكم الكريم على هذه الاستضافة الرائعة. الحمد لله لحد الآن ما فيش أي إصابة لأي طالب يمني بكورونا، والحمد لله. والسلطات الجزائرية تقوم بالواجب، أما بالنسبة لسفارتنا خارج نطاق التغطية. ما هي أبرز المشاكل اللي تعانوها أنتم بتعاملكم مع السفارة، مع الجالية القنصلية؟ والله الكثير من المشاكل، أهم المشاكل مشاكل بالطلاب، أما الجالية هناك قليل من المشاكل، قلة عدد اليمنيين بالجزائر. وأهم مشاكل الجالية اليمنية وجود بعض الناس الذي كانوا حابين يهربوا إلى أوروبا بالسجون الجزائرية، والسفارة غابت الطرف عنهم، ما قامش بأي دور من أجل إطلاق سراحهم ولا القيام بأي إجراءات نقلهم لليمن. أما المشاكل الخاصة بالطلاب فهي مشاكل من خلال الملحقية الثقافية والملحقية المالية. إذ يعني كثير من الطلاب يعانون من المشاكل المالية، من انقطاع المنح ومن إسقاط أسماءهم، ورغم أحقيتهم باستمرارية الحصول على المنح، وهذا كله بسبب الملحقية المالية والملحقية الثقافية بسفارتنا في الجزائر. عندما نتحدث عن أوضاع الجاليات دائما ما تبرز مشكلة الطلاب وانقطاع المستحقات المالية، الله المستعان. صدام، هل هنالك مشاكل أخرى كالوثائق الرسمية، الجوازات، المعاملات الرسمية، المشاكل القانونية؟ والله يا أختي يوجد الكثير من المشاكل، من أهم مشاكل المشاكل الخاصة بالطلاب. الآن الطالب اليمني ما عندهش الحق أنه يدخل السفارة. قبل فترة قام بعض الطلاب باعتصام بالسفارة، جاءوا من اليمن، من المقرر أنهم يدخلوا جامعات وتخصصات معينة، تفاجأوا لما وصلوا عند وصولهم من الجزائر أنهم مسجلين بمعاهد تكوين أو معاهد علمية ما هيش في الجامعات، وكان المشكلة من السفارة. قاموا باعتصام الطلاب بالسفارة، استدعى السفارة الشرطة لإخراج الطلاب بالغصب، والآن مستمرين أنهم يدرسوا بمعاهد التكوين رغم أن قراراتهم ومقاعدهم الدراسية من المفروض أنها تكون بجامعات وتخصصات هندسة وطب. الآن هم يدرسوا ميكانيك ودبلومات بالمعاهد التكوين، وكان السبب بهذا الملحقية الثقافية. جلسنا حوالي سنة أو سنة ونص بدون ملحق ثقافي. الملحق الثقافي الأول هرب من الجزائر وقدم لجوء بلجيكا، والذي قام بدور عمل الملحقية الثقافية الملحقية المالية، والملحقية المالية اهتمامه تصب اهتمامه على الطلاب أصحاب المنح لأن الفائدة عندهم، أما الطلاب الذي يدرسوا على حسابهم الخاص فهم خارج نطاق اهتمامهم. وأيضا الطلاب أصحاب المنح يهتموا بهم من أجل إسقاط أسماءهم، من أجل الناس أصحابهم المعارف يستمر المنح. الآن بطلاب اعتقادي يتخرجوا من عام 2010 سافروا من الجزائر وأكثر وأقدم، الآن المنح حقهم تستمر لحد الآن، وفي طلاب عنده المنح خرج استلم سنة أو أقل من سنة وقطعوا المنح حقهم، وكل هذا اللخبطة بسبب الملحقية الثقافية. حاولنا نحل المشاكل هذه إنشاء اتحاد للطلبة، وكان أبرز المعرقل لنا في هذا الشيء السفارة اليمنية بالجزائر. السفارة المسؤولة عن حل المشاكل هي رغم تعاون الطلاب، من ترجع هي العقبة والمشكلة. صدام دماغ، شكرا جزيلا لك أنك كنت معي في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، معنا اتصال آخر هذه المرة من أمريكا. معنا علي عباد، مرحبا بك علي، مساء الخير. أهلا وسهلا، مساء الخير، وشكرا جزيلا على إتاحة هذه الفرصة للمشاركة في برنامجكم وفي قناة بلقيس المميزة. أستاذ علي، يخبرني المنتج أنك تعمل في الجالية. نعم، من النشطاء الجالية.
نعم، إذن ما هي الخدمات أو المساعدات التي يمكن أن تقدمها لليمنيين هنالك وما نوعها؟ في الحقيقة أنه لدينا اتحاد عام للمغتربين أنشئ في السبعينات، لكنه كان بشكل صوري أو اسم دون أي نشاط أو مشاركات ملموسة. ومن خلال قبل سنتين الشباب تواجدوا في هذه المنطقة الغرب الأمريكي وخصوصا خليج سان فرانسيسكو، فأهتموا بهذا الجانب وأعادوا نشاط الاتحاد وشكلوا لجنة تحضيرية وتمت انتخابات، وفعلا استطاع هذا الاتحاد أن يشارك في الجوانب الإنسانية والجوانب الاجتماعية والجوانب الثقافية على مستوى الداخل والخارج. و الأخ رئيس الاتحاد فواز ناصر ياشي بذل جهد كبير إلى جانب الأخوة الخيرين من أبناء الجالية، كان لهم يعني مثلا السبق الأول في حملة أمل الإنسانية في اليمن، والذي قدمت لأكثر من 9 محافظات مساعدات بتكلفة أكثر من 400,000 دولار أمريكي، والاتحاد أقام أكثر من أنشطة رياضية سنويا يقوم بدورة اليمن أغلى. الاتحاد يقوم بحل مشاكل اجتماعية. الاتحاد استطاع أن يدعم الجانب التعليمي على مستوى طلاب الجامعات وطلاب الثانوية وطلاب الأساسي في هذا البلد. طبعا لا يحتاجوا إلى دعم مادي وإنما الجانب المعنوي الذي يقدم الاتحاد يحفز الطلاب على يعني التفوق والممارسة الاستمرارية في الجانب التعليمي. نعم، ونتمنى أيضا من الاتحاد أن يساعد الطلاب واليمنيين بحل مشاكلهم العالقة مع السفارة. لعلك أستاذ علي استمعت لحديث ضيوفنا في هذه الحلقة الذين جميعهم اشتكوا من تعامل السفارات ومن الابتزاز المالي والنفسي والمعنوي الذي يتعرض له اليمنيون في جميع دول العالم. برأيك ما سبب كل ذلك؟ لماذا تتعامل هذه السفارات وهذه الجهات الرسمية التي وجدت في هذه الدول لتحل مشاكل هؤلاء لتقوم بواجبها، لماذا تتعامل بهذا الشكل؟ ما هي سبب هذه المشاكل؟ ما هو أساس المشكلة؟ حقيقة أنا أتيت متأخر بهذا تم الإضافة في البرنامج، لم أسمع الكثير، سمعت الأخ من الجزائر، ولكن هذه المعاناة أو الجانب الروتيني أو الرسمي للأسف الشديد أن الأخوة مسؤولين السفارات ينقلوا نفس النمط الذي يعني مثلا يمارسه على مستوى الداخل إلى الخارج، بينما أنهم يعيشوا في بلد لها أنظمة وقوانين ولم يوجدوا في هذه المناطق أو في هذه السفارات إلا من أجل خدمة الجالية. يعني في حقيقة الأمر لم نسمع عن شكوى على مستوى منطقتنا من قبل يعني مثلا الطلاب، وانما يعني مسؤولي السفارات في الجانب الاجتماعي او في الجانب الانساني بيقوموا بمساهمات، اما قضيه الطلاب حقيقه ما فيش عندي المام كامل بهذا الجانب لكي لا اظلم احد. نعم، إذن سيد علي شكرا جزيلا لك لمشاركتك معنا في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، بهذا نكون انتهينا من استقبال الاتصالات، نذهب لمتابعة بعض التصريحات والآراء التي وصلتنا عن طريق الواتساب. متابعة الذي تمر ببلادنا الحبيبة وصار بالتردي الأوضاع من كل النواحي، ولا ننسى لهم في وقت وحين، نسأل الله أن يفرج على يمننا الحبيب وأن يعود الأمن والاستقرار في القليل العاجل. وكما تعلمون سيادتكم أن هجرة اليمنيين للخارج زادت في السنتين الأخيرتين والدخول غير شرعي إلى كل الدول، ونحن كما تعلمون في نقل الجزائر هي بوابة الدخول إلى أوروبا، وقد جعل هذا الأمر زيادة دخول اليمنيين سواء أسر أو أفراد بطريقة غير شرعية واعتراض الكثير من المشاكل في طريقهم. ونحن بدورنا كجالة يمنية ممثلة برئيسها الدكتور علي عاطف وبالتعاون مع السفارة قد بذلنا قدر استطاعتنا كي نحل بعض المشاكل التي واجهوها في طريقهم سواء من السجون أو موت وغرق إلى آخرها. نحن لا ننكر أن الظروف صعبة، وخاصة اليمن تمر بظروف من عطف تاريخي خطير، إلى أننا بذلنا قصارى جهدنا في بذل ما هو متطلب ومتاح أمامنا. وفي هذه المناسبة نناشد حكومتنا الشرعية بالالتفات والتحرك بشكل فوري إلى النظر في قضايا الطلبة في الخارج، وخصوصا في الظرف الذي تمر به
العالم مع فيروس كورونا، فالتحرك في النظر في مستحقاتهم المالية وصرت صرفها كأقل واجب يمكن تقديمها لهم، وأيضا إعادة النظر في قضية الأسرى، النظر في قضية الأسر اللاجئة في دول العالم، ذلك أن معاناتهم شديدة وتنقلهم صعب، وعلى الأقل يوجه خطاب إلى كل سفارات العالم بتسهيل الأمور الإدارية لهم كأقل واجب تجاه المواطن المغترب. لا ننسى أن نشكر الرئيس الجالية اليمني الدكتور علي عاطف بالتعاون مع السفارة بقيام مهام الصعبة في حل أوضاع اللاجئين اليمنيين وتسهيل أمورهم داخل الأراضي الجزائرية سواء كأسر أو أفراد. قبل الحديث عن دور الجاليات، علينا التساؤل أولا عن دور الجهات الرسمية وهي السفارات، ما قدمت وماذا عملت بهذه الفترة العصيبة التي يمر بها رعاها الطلاب في ظل الجائحة العالمية هذه. فللأسف السفارة لم تقم بدورها في تقديم المساعدات الإنسانية في ظل الأزمة التي يمر بها الطالب اليمني في لبنان. فلا يخفى على أحد عن غلاء المعيشة في لبنان سابقا، فما بالكم في ظل هذا الوضع الراهن التي يمر به لبنان العالم بشكل عام ولبنان بشكل خاص. فهناك غلاء فاحش لا تستطيع مقاومته والتحمل أكثر مما نحن فيه، مما أدى هذا إلى تفاقم وضع الطلاب المأساوي أي إلى الأسوأ. فعلى السفارة القيام ببناء جسر التواصل بينها وبين أبنائها الطلاب ورعاياهم لتفقد أوضاعهم ولتقديم الاحتياجات الضرورية ولمناقشة مشاكلهم. اليمنيين العالقين في الهند سواء طلاب أو مرضى يمروا بأزمة وكارثة إنسانية ومعاناتهم وصلت إلى الذروة. المريض يبيع عرض أو يستلف فلوس علشان يسافر الهند فترة زمنية معينة يتعالج ويرجع اليمن. إلى الآن الحجر الصحي لو ما يقارب 3 أشهر، والكثير من المرضى انتهى علاجهم في بداية الحجر الصحي، أي أنهم يعيشوا 3 أشهر غير مخطط لها في بلد أجنبي بالبلدي، هم على الحديدة، بصروا إلى النهاية ما فيش معهم فلوس. أنا شخصيا قابلت مرضى ما فيش عندهم حق الأكل والشرب وحق الإيجار. في طلاب جمعوا تبرعات وقدموا سلال غذائية للعائلات المحتاجة، لكن هذا مش كافي. الحكومة اليمنية ممثلة بالسفارة والقنصلية داخل الهند لم تبدي أي ردة فعل، ولم تقوم بأي شيء يذكر، ولم تقدم أي حلول، سواء بإجلاءهم إلى اليمن وهم يدبروا حالهم أو بإعطائهم مساعدات مالية من أجل يعيشوا، لأنهم على هذه الحالة إذا ما ماتوش من كورونا بيموتوا من الجوع. إذن مشاهدينا الكرام، كما استمعتم لهذه التعليقات، الطلاب الذين تنقطع مستحقاتهم ربما ل9 أشهر وسنة قاموا بجمع تبرعات لليمنيين العالقين في هذه الدول ومنها الهند، العالقين الذين ذهبوا للعلاج والسفارات في وضع الميت. نشكر كل من كان ضيف معنا في هذه الحلقة، نشكركم على المتابعة، إلى اللقاء.